136، اقرا معايا كده. ده ايه؟ 136,364 دولار بنفس الموضوع، ومسدد 136,364 قرض حسن لسداد مستحقات اللاعب. رد رد اقرا كويس. رد قرض حسن، رد تاني، رد مش قرض حسن، في فرق بين قرض ورد القرض الممدوح عباس. رد القرض الحسن لسداد مستحقات اللاعب محمد عبد الله. اللي هو كان دافعه لمحمد عبد الله. رد. اتفضل اللي بعده يا ابني. اصل كده قرض، ده فلوس القرض اللي اداها لنا. اللي بعده كام دول؟ يا ابني 2 مليون يا ابني. يا جماعه شوف لحد بيعرف يقرا. يا ابني 2 كام؟ 2 مليون. سداد قرض حسن للاستاذ ممدوح عباس. خد فلوس ولا ما خدهاش؟ ده احنا في فضيحة. مين اللي اداله الحجز ده؟ لسه. خليك معايا وانا بقى عشان نخلص. 33 337,000 دولار رد كارد قيمة لممدوح عباس، مظبوط؟ اللي بعده. اتنين مليون جنيه، مظبوط؟ طب 2 مليون جنيه، تمام؟ اتفضل. رد ايه؟ يا بيه انت بتقرا كده؟ لا انت مخرج. لما تقول المبلغ ده راح لمحمود فتح الله، بيقول لك رد القرض لممدوح عباس اللي قال انه ده المحمود. ما تبقاش مخرج يعني. انت قاري ده رد قرض قدامك ايه؟ رد قرض حسن لمستحقات اللاعب محمود فتح الله. اقرا معايا ده كام؟ 3 مليون ايه؟ 3 مليون 400؟ 3 مليون 400,000 و25. تمام. رد قرض من سيادته برضو وذلك لمراجعة الاستلزامات. رد قرض ده خرب النادي، ده ما بقناش دورة مية، ده ما خدش بطولة. اتفضل كام دول؟ 3,750,000. اقرا هنا. تمام. اقرا هنا. ده كام هنا؟ شوف دول كام؟ بس اي كلام، المهم الرد ايه؟ 5 ايه؟ كام دول؟ 50. لا يا ابني 4 اصفار. وكام؟ 500,000. دول 5 اصفار؟ ايه رايك ده كده؟ كم؟ 90,000. 90,000 دولار. النبي ايه رايك ده كده؟ ثانية واحدة. ثانية واحدة. لا هو ده، بص ده ونبي يقرا لي دي كده بمزاج. طبعا كل دي اشكال، بس انا يهمني ده تقراه لي بمزاج، اخر حاجه بمزاج من غير مجهود. يا عم اسمع بس، اقراه كده. سداد الدفعة الثانية والأخيرة من القرض الحسن المقدم من أستاذ ممدوح عباس رئيس مجلس الإدارة. عايزك النبي يقول ثاني يا ممدوح عباس، سمعني. سداد الدفعة الثانية والأخيرة من القرض الحسن المقدم من أستاذ